ازيك يا استاذ عزت؟ ايوب ابن خال اسماء. كويس انك عرفتني، وفرت عليا كتير. وفرت عليك ايه؟ هتسيبني اقف على الباب كده؟ لا طبعا، اتفضل اتفضل. تفتكر انا جاي لك ليه؟ والله هو السؤال ده المفروض انا اطرحه على حضرتك. استاذ عزت، انا عمري ما كنت هفكر اني اجي لك هنا الا وانا متاكد ان انا هتعامل مع انسان محترم وابن ناس وما يحبش البهدله والمشاكل. لا معلش مش فاهم، مشاكل ايه؟ انت قابل تعيش مع واحده مش عايزه تعيش معاك؟ وانت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ اسماء مش عايزاك، وانا عارف ان انت ما لمستهاش لحد دلوقتي. يا حماتي هي اللي بعتك؟ اسماء هي اللي بعتني. انت ازاي اسماء تتكلم معاك في حاجه زي دي؟ وايه دخلك من الاساس؟ انا كده فهمت. من اول مره شفتك عندهم حسيت. انا انت بقى جاي عايزني اطلق اسماء عشان انت عايز تتجوزها صح؟ لا، أنا جاي لك عشان أسماء طلبت مني إني أساعدها، وهي متأكدة إني أساعدها لأن أمها وأخواتها مش هيقفوا جنبها. تصدق إنك بجح قوي؟ ممكن تتفضل بره؟ أنا مش هتضايق منك، أنا حاسس بيك ومقدر الموقف اللي أنت فيه كويس جدا، بس إحنا لازم نوصل لحل. حل يا جدع أنت؟ أنت مدرك واعي أنت بتقول إيه؟ أنا عارف إن أنت بتحبها يا أستاذ عزت، أنا عارف، وإصرارك عليها ده هو اللي مخلينا في المشكلة لحد دلوقتي. مش قادر أتخيل أنت جاي بجرأة غريبة. أنت جاي عايزني أطلق مراتي؟ طب إيه رأيك أنا مش هطلقها؟ ولو حكمت إن أنا أطلبها في بيت الطاعة هعمل كده، إيه رأيك؟ هو أنت تقدر تعمل كده، إنما أنا مش هسمح لك. إيه رأيك أنت؟ أنت مجنون؟ أنت بتهددني في بيتي يا جدع أنت؟ أستاذ عزت، أنا بتفهم معاك وحابب ان احنا نتفاهم راجل لراجل، وانا واثق انك انسان محترم مش هتقبل تعيش مع واحده غصب عنها. ولما انت كنت عايزها بقى ما اتجوزتهاش ليه؟ انا مش هنا عشان اتكلم عن نفسي، انا هنا عشان نحل المشكله، وانت هتحلها دلوقتي حالا. يعني ايه الكلام؟ انت هتطلق اسماء دلوقتي.